بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هندسة أمل من قناة جرافيك زينة. النهاردة إن شاء الله هشرح درس مهم من دروس الأوتوكاد، إزاي إن إحنا نطبع من الأوتوكاد بمقاسات محددة للصفحة بتاعتنا، ودي مش موجودة عندي في إعدادات الطباعة. هنعمل الكلام ده إزاي؟ هنروح على فايل من هنا وأقول له بلوت، وبعدين هختار من نون هنا بريفيس بلوت، واختار من هنا دي دبليو جي تو بي دي اف بي 3 كويس، وبعدين هقول له بروبرتيز، واختار من هنا كاستم بيبر سايز. شايفين ده الامر اللي انا هختاره اهو، وبعدين هنا هدوس اد، وبعدين نيكست، وبعدين هختار الويتس والهايت بتاع الصفحه بتاعتي او الشيت بتاعي، وهنا هختار اليونتس بتاعتي اما بالانشز او بالمليمترز، انا هخليها بالانشز، وهقول له اعمله لي 20 الشيت بتاعي في 20 انش كويس، وبعدين هقول له نيكست، واختار السبيس بتاع الطباعه اللي هي التوب والبوتوم والليفت والرايت، مسافات اللي ما بينهم وما بين الصفحه يكون في مسافه فاضيه، فانا هخليها مثلا واحد، اوريها لكم اهي، شايفين بقت واحد في هنا الخط الازرق ده، وفوق هتبقى المسافه فاضيه في الطباعه، وادي واحد وادي واحد واحد، هخليهم كلهم واحد بالشكل اللي احنا شايفينه ده، وبعدين هقول له نيكست، واخليها زي ما هي يوزر 1 20 في 20 انشز اللي هي الفايل نيم، وبعدين اقول له نيكست، برضو هنا هسميه 20 في 20 انشز اي ان سي اتش اي ان سي اتش كويس، وبعدين هقول له نيكست. خلاص خلصت، هقول له فينيش، اتضاف لي زي ما احنا شايفين يوزر 1 20 في 20 انشز اهي. لو انا عايزه اشيله بقول له ديليت، لو عايزه اعمل عليه تعديل بدوس تاني هنا اديت وبعدل عليه، ممكن اغير تاني في الويس او في الهايت او في اليونتس كويس. خلاص كده انا عملت ضفت شيت 20 في 20 عشان الطباعه، وهاجي هنا ممكن انا اعمل له سيف از او اعمل امبورت، لو انا دوست كده ممكن اعمل امبورت لاي حاجه تانيه. اللي يهمني النهارده ان انا اعمل كاستم بيبر سايز، وهاجي بعد كده اقول له اوكي. ابلاي تشينج فور ذا كارنت بلوت اونلي، يعني للبلوت ده بس انا هعمله، ولا سيف تشينج تو ذا فولونج فايل. لو انا قلت له سيف تشينج تو ذا فولونج فايل هيفتح لي اسيفه فين، طبعا هخليه زي ما هي واقول له اوكي. خلاص انا عملته، هاجي اقول له من هنا كانسل، انا عملت الاعدادات خلاص، هقول له كانسل من هنا، وهاجي افتح تاني بلوت، وهاجي بقى هنا اقول له نان، من نان هنا اقول له بريفيوس بلوت، واختار دي دبليو جي، وهاجي من هنا هاجي افتح السهم ده كده وانزل لتحت كده، اخر حاجه عندي يوزر 1 20 في 20 اهو اللي انا عملته موجود عندي هنا تحت زي ما احنا شايفين كده، هختار اهو ظهر لي هنا فوق وظهر لي بالشكل ده، ممكن اعمله بورتريه او اعمله لاندسكيب. خلاص ده او ده، خلينا بورتري زي ما هو كده، وهقول له فيت تو بيبر، وبعدين اختار الويندو بتاعتي اهي، ادي الويندو اللي انا عايزاها من هنا لهنا كويس، وبعدين هقول له اوكي. هيقول لي سيفيه فين، هاجي اسيفه، اقول له هاجي اقول له 20 في 20 انشز كويس اهي، اكتبها انشز، واجي اقول له سيف. خلاص انا سيفته، ظهر لي بي دي اف بالشكل اللي احنا شايفينه اهو، لو اجي اصغره اهو ادي ظهر عندي زي ما احنا شايفين الشيت بي دي اف. بكده انا خلصت الدرس بتاعنا النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا منه، اذا استفدتوا منه ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. تزوروني في الدروس القادمه، استودعكم الله عز وجل.